اللهم يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالقه الظنون، يا من لا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، نسألك يا خالقنا ويا إلهنا ويا ربنا أن تصلي على محمد في الأولين وأن تصلي على محمد في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أكرمنا بصحبته في الجنان، اللهم أكرمنا بمرافقته في الفردوس الأعلى يا كريم، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا واسع العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، يا من ذكره دواء يا من ذكره دواء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم من كان رأس ماله مرجا وسلاحهم البكاء وسلاحهم البكاء، يا رب الأرض والسماء يا ربنا يا ربنا يا من سميت نفسك رحمانا رحيما، أتراك تعذب عيونا بكت من خشيتك، أتراك تعذب عيونا بكت من خشيتك يا الله، بكت من حبك يا الله، بكت شوقا إليك يا الله، بكت رجاء فيك يا الله يا الله، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم اجز عنا والدينا الذين ربونا على طاعتك خير الجزاء، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمهم أحياء وأمواتا، ارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين،
اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء، ومن كان منهم تحت التراب اللهم فصب الرحمة على قبره صبا، اللهم فيسر حسابه ويمن كتابه ويمن كتابه ويمن كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع والدينا وأولادنا وأزواجنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم حفظ أبناءنا القرآن واجعلهم من أهل القرآن وأقر أعيننا بهم يا رب العالمين.